مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من المنصة. سنتطرق إلى موضوعين، حيث سيكون الموضوع الأول حول ظروف النازحين وكيف يواجهون برد الشتاء، وما دور المنظمات المدنية المحلية منها والدولية والمبادرات الشبابية وأبناء المجتمع تجاههم، وما أبرز أوجه المعاناة التي يعيشها النازحون مع دخول فصل الشتاء، وما هي المعوقات التي تواجه القائمين على إغاثتهم في هذا الفصل من السنة. في المحور الثاني من هذه الحلقة سنناقش آخر التطورات الأمنية في تعز، ما أبرز أسباب التدهور الأمني الحاصل في المدينة، ومن يقف وراءه، ومن المستفيد من هذا التدهور الأمني المستمر. نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذه الحلقة بعد أن نشاهد التقرير التالي والذي مخصص عن المحور الأول في هذه الحلقة. من نيران الحرب ولهيبها إلى برودة الشتاء وصقيعه، هرب هؤلاء النازحون نتيجة الحرب المستمرة في البلاد منذ قرابة 4 أعوام، وبعد أن أصبحت منازلهم أطلالاً وأحياؤهم السكنية إما ثكنات عسكرية أو متارس للمقاتلين بفعل النزوح، وجدوا أنفسهم في مخيمات وسط جبال وعيرة تحيطها رياح الشتاء الباردة من كل الجهات. قذفتهم موجات النزوح إلى موجات البرد القارسة، لتعاني الكثير من الأسر النازحة ظروفا إنسانية صعبة، فإضافة إلى عدم توفر الغذاء والدواء، انعدمت أساليب التدفئة من بطانيات أو حطب قد يستخدمون نيرانها لطرد البرد عن أجسادهم بسبب منع أصحاب المناطق المحيطة بمخيماتهم من قطع الأشجار الخاصة بهم. معاناة النازحين تمثلت بأشياء عديدة، منها عدم اهتمام الحكومة بهم وتجاهل المنظمات المدنية المحلية والدولية لما يعيشونه من افتقاد لأبسط مقومات الحياة. لكن هذه المعاناة تضاعفت مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، ما أسفر عن تفشي العديد من الأمراض من قبيل الروماتيزيوم والتيفؤد وغيرها. في الأعوام السابقة مدت بعض الأيادي الخيرة من المبادرات الشبابية لتقديم المساعدات المتمثلة في البطانيات والفراشات بشكل ضئيل، لكن الاهتمام بالنازحين في هذا الشتاء كان أقل بكثير، حيث لم تظهر سوى القليل من هذه المعونات. وحيدين بين البرد والبارود، يقف هؤلاء النازحون بأجسادهم شبه العارية وخيامهم الممزقة في محاولة مقاومة ظروف الحياة القاسية وطقوسها المتقلبة. إذن تابعنا التقرير حول المحور الأول في هذه الحلقة حول وضع النازحون مع دخول فصل الشتاء. لدينا اتصال الأخ بشير الأحمدي من المملكة العربية السعودية. أهلا بك أخ بشير. أهلا وسهلا بشير، تعليقك ومشاركتك في هذا المحور حول ظروف النازحين مع دخول فصل الشتاء، ما الذي يمكن أن نقدمه لهؤلاء النازحين؟ والله أخي الكريم، وقائم النازحون، البرد والجوع والموت ليس من الآن، وإنما من بداية هذه الحرب على شعبنا. هناك نازحين من عدة محافظات، نازحون من هذه المناطق التي فيها الحرب. هناك عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ الذين لا يتحملون شدة البرودة هناك من النازحين. وناس ينامون في الشوارع والرصيف، هناك موت محقق للأطفال، حيث يموت كل 10 دقائق في اليمن، أكثر من 85,000 طفل ماتوا من الجوع ونقص التغذية. وهناك كثير من النازحين فقدوا كل ممتلكاتهم، وكذلك عدم تعليم الأطفال في هذه المخيمات. وهناك انقطاع كبير عن تحقيق الهدف في هذه الحرب، كارثة إنسانية دمرت كل شيء جميل في البلاد. طيب بالنسبة لك، كيف تقيم دور سواء الجهات الحكومية الرسمية أو المنظمات المعنية بالإغاثة فيما يقدم لهؤلاء النازحين؟ دور المنظمات الإنسانية والإغاثة في المجتمع المدني يقوم بواجبه، وليس بالواجب الكثير، ولكن لا يستطيع تقديم الخدمات الصحية والتغذية لأكثر من 30 مليون مواطن تحت خط الفقر. معظمهم لا يقدون متطلبات الحياة اليومية البسيطة كالغذاء والدواء والملابس، ولا تستطيع المنظمات أن تقدم كل الخدمات والدعم للشعب الذي يقبع تحت الحصار المفروض والدمار والحرب الأهلية التي حملت الأخضر واليابس. شكرا جزيلا لك أخ بشير. اتصال آخر، طارق من تعز. أهلا بك طارق. أهلا وسهلا. بداية، لو يعني تشاركنا في ما لديك من معلومات حول وضع النازحين في تعز، في المنطقة التي أنت متواجد فيها مع دخول فصل الشتاء. طبعا في المنطقة المتواجد حاليا فيها هناك العديد من النازحين، خصوصا مع فصل الشتاء الضيف الغير موحد فيه لدى النازحين الذين يعانون كثيرا حاليا، يتجرعون مرارة البرد الخارق، حيث لا توجد اي استعدادات مسبقه، فالمساعدات من قبل دخول الشتاء تتحصر في مواد غذائيه فقط لا غير، وان الموجودات. ونحن بدورنا طبعا عبركم، الايادي البيضاء التي تعمل بدون ترفيه اعلانيه،
تتحدث كثير والكثير تخفيف المعاناة عن النازحين وعلى رأسهم أهل الكويت حكومة وشعب، وأخص بالذكر الإخوة فريق مرايم الخير وفريق نجوم الخير الذين قدموا أو دعمونا في إقامة مخيمين للنازحين وأيضا في البطانيات وسقيا الماء كانت أسبوعية. وبالنسبة لأوضاع النازحين حاليا لا يفرشون التراب، وإن مدير التخييم قام يفرشون التراب لا يجدون لديهم أي شيء مثلا، فالمساعدات كانت تنحصر فقط في المواد الغذائية فقط. الآن معظم النازحين لا يجدون مأوى. استطعنا توفير أيضا لبعض الأسر النازحة، استأجرنا لهم البيوت لمدة شهر واحد، وإن عدم لا يوجد هناك دعم حاليا. فدور المنظمات مثلا تكاد تنعدم، وإن وجدت فعدد النازحين كثير جدا. طيب لو نركز على أبرز الصعوبات التي تواجهكم الآن في مع دخول فصل الشتاء فيما يخص توفير دعم ومساندة لهؤلاء النازحين، بما أنك تعمل في هذا المجال. الصعوبات كثيرة. أولا وجود عدد من الأسر النازحة أو كثير من الأسر النازحة، وكل يوم تزداد وزيادة كثيرة. أيضا هناك في المخيمات الحالة النفسية، طبعا تدهور الحالة النفسية الاستبداد دائما موجودة لدى كل نازح، وأيضا ازدياد الأمراض خصوصا في هذا الموسم أو في الشتاء تنتشر الأمراض وتكمن، وأيضا تلوث المياه والاكتظاظ داخل المخيمات أو داخل الخيمة، وسوء تغذية وقلة مناعة بالنسبة للنازحين. فنحن بدورنا نحاول دائما تخفيف المعاناة عنهم عبر داعمين وعبر فاعلين الخير من جهات الدولة، وأهمهم فريق مرايم الخير وفريق نجوم الخير في الكويت. أيضا الصعوبات حاليا في كيفية حصر الأسر النازحة. هناك دائما ازدياد وإقبال على كل المخيمات من جميع المناطق اللي مناطق الصراع. بنفس الوقت لا تنقل النازحين من مكان إلى مكان، هذا أيضا من ضمن الصعوبات التي نواجهها. طيب شكرا ألو. لك طارق المليك من تعز، شكرا لك. اتصال آخر من صنعاء، الأخت حنان شايع، أهلا بك حنان. أهلا. أنت تعملين في مجال إغاثة النازحين ربما في صنعاء، بوفق مشاهداتك كيف يواجه النازحون برد الشتاء في العاصمة صنعاء؟ ما هي أوضاعهم وما هي أبرز الصعوبات اليوم لإغاثة هؤلاء النازحين؟ شكل النزوح في اليمن تحديدا في صنعاء قصة معاناة لا تنتهي، معاناة تشيب التام مرنية في العيدان، تقرون لأبسط وسائل العيش، ما بذنبهم يتحملون معاناة ليسوا طرفا فيها. طيب ما هي أبرز الصعوبات اليوم التي تواجهكم كعاملين في مجال الإغاثة؟ في عدة صعوبات، في منها أنه الداعمين، في مشاكل معنا مع بتتم مع الداعمين، بحيث أنه من سنة لسنة بيقل الدعم، بيقل جدا، بحيث أنه المعاملة أول شيء معاملتهم لنا كمبادرين جدا، بحيث أنهم يستهدفوا مجموعة من الأشخاص من الشروب، من يعني ما تقصدوش للكل، مستهدفين مجموعة فقط. طيب من خلال برنامج إذا كانت هناك رسالة يمكن توجيهها لفاعلي خير أو تجار لمساعدة ومساندة هؤلاء النازحين؟ إنه متى وجدت الرحمة والضمير الإنساني، وجدت التكافل والتراحم بين المجتمع، ليس شرطا أن يكون تقديم المساعدات يكون تاجر أو له صيت في المجتمع، فالبعض له دوافع غير إنسانية كحب الشهرة، لكن حينما يكون بدافع إنساني يتم تقديم مساعدات من شخص بسيط يشرب معانا من حوله منهم. شكرا جزيلا حنان. حول الموضوع أيضا لدينا بعض المشاركات من خلال الواتساب نستعرضها معكم. طيب يبدو أن هناك إشكالية في العرض المادة الفيلمية، سنعود مرة أخرى لنستعرض هذه المادة من خلال الواتساب. لدينا اتصال آخر،
طيب نعود مرة أخرى لاستعراض مشاركات من خلال الواتساب. بعد أن يجبر هؤلاء النازحون على مغادرة منازلهم فإنهم يضطرون على ترك ممتلكاتهم التي غالبا ما تقع في مصيدة الغزاة، فيقذفون بالعراء دون مأوى ولا مأمن ولا حول ولا قوة لهم سوى الأكواخ البدائية والبسيطة التي لا تستر أجسادهم وأجسامهم من سطوع الشمس وضراوة الشتاء وتغيرات المناخ، حتى تدبير حياتهم اليومية لا يقوم إلا على الوجبات البسيطة والتي غالبا ما تكون معدودة بواسطة قطع البلاستيك ومخلفات ومخلفات المشروبات الكرتونية لإيقاد النار. فإذا امتلكوا القدرة على التغلب على ظروف النهاد فإنهم يستسلمون للغبرة ليفترشونها ويلتحفون أديم السماء أثناء الليل. فما هو دور المجتمع؟ دور المجتمع يعني أفل كما يأفل النهار إذا أطل الليل، والسبب أن ما يعانيه المجتمع هي تلك المعاناة التي يعانيها النازحون، وكذلك دور المنظمات العاملة فإن دورهم ضعيف وبطيء ويتناسب مع المثل اليمني القائل لا ينبت العشب إلا بعد أن يموت الحمار. دورنا كشباب هو دور وهو دور رقابي ودور اللي ودور حشد وتأييد ومناصرة ودعوة وضغط على الجهات المعنية لمساندة وتقديم كل ما لديها لإخواننا النازحين، وخصوصا في هذه الفترة فترة الشتاء فترة البرد القارس. طبعا سيكون بإذن الله عز وجل يكون دورنا نحن كشباب، وهي رقابي كما قلت رقابي وكذلك حاشد. كانت هذه مشاركات من خلال الواتساب، أيضا هناك بعض التعليقات حول الموضوع من خلال الفيسبوك نستعرضها معكم. الأخ أبو سام يقول نتمنى من الذين قضوا على الجمعية الخيرية ورجال الأعمال الذين يدخلون في قائمة الإرهاب أن يقوموا بالواجب. الأخ وديع يقول للأسف الوساطات والمحسوبية فوق كل شيء، مساعدات المنظمات تصل لبيوت الأغنياء وأتباع التجار قبل ما تصل للفقراء والمحتاجين. الأخ زايد يقول في عام 2017 استطاع عدد من الشباب توفير عدد كبير من الملابس الشتوية والبطانية الكثير من المعدمين من خلال مبادرات ذاتية بسيطة، واستغلوا مواقع التواصل للدعوة للتبرع بالملابس والبطانية القديمة. نتمنى أن تستمر هذه المبادرات وأن تتسع لتشمل محافظات أكثر وأن لا تنتظر حلول من السلطات، لأننا عندها سنكون تخلينا عن إنسانيتنا. الأخ حسن يقول النازحين أو النازحون بين مطرقة اللصوص وسندان منظمات اليهود والنصارى يدفعون ملايين واللصوص من اليمنيين للهفولها والنازح لهم. سفيان يقول اختلال الأمن في المناطق المحررة أفضل مادة يتناولها الانقلاب من أجل إقناع الناس في المناطق المسيطرة عليها بعدم الخروج عليه، وهذا بالفعل جعل الكثير يترددون في موقفهم من الانقلابين. لو كان هناك نموذج أمني في مناطق الشرعية سيكون حافز قوي لإنهاء الانقلاب. هذه ربما مشاركة من المحور الثاني ستكون. لدينا اتصال. الأخ عبد الله من مأرب، أهلا بك عبد الله. يا مرحبا حياكم الله. عبد الله أنت أحد العاملين في مجال إغاثة النازحين، لو تطلعنا عن أبرز الصعوبات التي تواجهكم الآن مع دخول فصل الشتاء فيما يخص إغاثة الناس وتوفير دعم لهم يعني كتدفئة وملابس شتوية. الحقيقة أن الصعوبات كثيرة ومتعددة، لعل أبرزها فقدان السيارة لدى الناس المتبرعين بسبب أعمال المنظمات خاصة المنظمات الدولية. فقد الناس، فقد التجار، فقد المحسنين الثقة في المتطوعين، فقد الثقة في المبادرات.
بسبب الآلة الدعائية الضخمة التي تأتي بها المنظمات الدولية لترويج المشاريع. وفي الحقيقة هي أشياء لا تذكر، وإنما أشياء دعائية إعلامية بشكل يعني أكثر مما هو في الواقع. إضافة إلى ذلك هو الحالة الاقتصادية التي يعاني منها معظم الناس. الحالة الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة ألقت بظلالها على الجميع. الحالة التدهور في سعر العملة أيضا أثر ذلك. كنا نجهز مجموعة تبرعات ونلاقي استجابة كبيرة، لكن حاليا أصبح الاستجابة منخفضة بشكل كبير. إضافة إلى ذلك استمرار الحرب واستمرار المعاناة جعل من المعاناة. طيب عبد الله، في مأرب كيف تقيم وضع النازحين مع دخول فصل الشتاء؟ هل هناك وفرت لهم أجواء ملائمة؟ في مأرب الوضع أسوأ بكثير مما تتخيله. في مأرب لا توجد منظمات دولية فاعلة بشكل كبير. أولا توجد بعض المنظمات المحلية التي أخذت بعض المشاريع من بعض المنظمات الدولية، لكنها لا تغطي حالة الناس من سيء إلى أسوأ، خاصة في مخيمات العراء، مخيم الخانق ومخيم الميل ومخيم الجهينة ومخيم كثير من المخيمات. طيب شكرا جزيلا لك عبد الله من مأرب، شكرا لك. اتصال آخر من صنعاء، الأخ بكرين توفيق. أهلا بك بكرين. بكرين، أخ بكرين. طيب يبدو أن هناك إشكالية في الاتصال. ننتقل للمحور الثاني في هذه الحلقة من برنامج المنصة، سنناقش فيه الاختلالات الأمنية المستمرة في محافظة تعز. بالتأكيد في هذا المحور سنناقش كما ذكرت آخر التطورات الأمنية في المدينة والانفلات الأمني والاختلالات الأمنية التي كان آخرها ربما كما تابعنا تعرض رئيس جامعة تعز لمحاولة اغتيال، أسفرت عن استشهاد مرافقي الشخصي، وما حدث أيضا اليوم من اشتباكات مسلحة في سوق الوليد أسفرت عن إصابة طفلة كانت في طريق عودتها من المدرسة. اتصال الأخ مهيوب من تعز. أهلا بك مهيوب. أيوة معك مهيوب. باعتقادك ما هي أهم أسباب الانفلات الأمني في تعز؟ في البداية نشكر قناة بلقيس ونشكر الأخ ثاني. طبعا الاختلالات الأمنية في محافظة تعز صار يعني كلها تجد أن الإنسان عندما يمر في الطريق أو لا يستطيع الوصول إلى أي مدينة بسبب أولئك الذين يتهبشون ويقطعون الخط، وتجد أيضا الذين يمشون يعني أو عندما مسلحين يكونوا على الخط والناس يعني أغلبهم أمراض لا يستطيعون المشي، وذلك بسبب أولئك المسلحين الذين يتواجدون على الطرقات وأيضا الذين يتواجدون على أيضا في المدينة. نسمع هناك إصابة و العديد يعني من الذين يستهدفون القاده العسكريه او من الذين يعني يوم امس عندما الطفله الذين مسلحين كانوا في محافظه تعز اشتباكات واصيبت الطفله. هذا يجب على الدوله ان تبسط منافذها وايضا ان تكون لها وجود حاضر في المحافظه لكي تعمل على منع اولئك الذين يتهبشون وذلك الذين يمشون الذين يتهبشون في الطرقات وايضا في المدن. السبب هو الانفلات الامني. الانفلات الامني في محافظه تعز في هذه الايام نجد انه سادت يوما بعد يوم بسبب هناك غياب الدوله وعدم وجود الرقابه من قبل الدوله لاولئك الذين يتهبشون او الذين في المدينه او في ايضا في الطرقات. تجد ان يقطعون الخط لعده ساعات
ونجد أن الذين يعانون من الأمراض سواء من الفشل الكلوي وغير ذلك لا يستطيعون المشي، وذلك بسبب أولئك الذين يتقطعون الطريق. أنا في المنطقة لا أستطيع الذهاب إلى المشهد بسبب يعني إنفلات أمني، وأيضا بسبب العصابات الذين يعني يمشون على الطرقات وأيضا داخل المدن. هذا كما قلنا يا أخساني يعود على الدولة أن تلتز نفوذها لكي تمنع أولئك الذين يتهبشون في الطرقات وأيضا الذين يتهبشون في المدن. هذه عصابة خارجة أيضا مستفيدين عن ناس سواء الحوثي أو ناس يشتغلون باسم الحوثي لكي يعملون إلى زعزعة الأمن وإلى زعزعة الأمن في محافظة تعز. طيب مهيوب، تفسيرك لغياب أي دور فاعل للأجهزة الأمنية في المحافظة لضبط هذه الاختلالات الأمنية، برأيك لماذا لا يتم ضبط هذه الاختلالات والتصدي لكل هذه الأعمال التخريبية التي ربما تجعل المحافظة غير مستقرة؟ هذا يا أستاذ ثاني يجب على الدولة أن تلتز يعني نفوذها وتضرب يد من حديد حتى لا تكون هناك عصابة. العصابة هذه يعني يعملون بسبب الانفلات الأمني. الانفلات الأمني هو الذي أدى إلى هذا الانقطاع، وأيضا الانفلات الأمني أدى إلى تدهور الأمن في محافظة تعز. هذا يعود على الدولة. الدولة هي المصدر الرئيسي لبسط نفوذها في هذه المحافظة، ولأن محافظة تعز هي تعتبر يعني كل في الماضي يعني من المحافظات المتميزة ومن المحافظات التي كانت يعني لا توجد أي يعني سلاح يعني تمشي وانت آمن، يعني لو انت تمر وانت يعني متخوف ماذا تصادف يعني في الطريق، ماذا سيصيبك؟ الطفل يعني يذهب إلى المدرسة لا يدري ماذا يصاب أو ماذا، هل سيرجع حيا أم ميتا؟ بذلك المسلحين الذين يشتبطون على أدنى أي شيء. قلنا على الدولة أن تنفذ نفوذها في حفظة تعز وأن تظهر بيد الحديث، وأيضا على وزارة الداخلية أن تبني أو تعمل على برولة هذه الاختلالات الأمنية في محافظة تعز، لأن العصابات هذه العصابات يعني عندما يكون غياب الانفلات الأمني تبدأ بعمل الإرهاب وتعمل بقطع الخطوط وتعمل زعزعة الأمن في محافظة تعز. شكرا لك مهيوب من تعز. أيضا لدينا اتصال آخر من تعز، الأخ عبد الناصر المخلافي. أهلا بك عبد الناصر. اهلا وسهلا بك اخي سامي وبكل المشاهدين والقائمين على هذا البرنامج الرائع، ونشكركم على الاستضافه. شكرا لك عبد الناصر، تعليقك ومشاركتك حول اهم اسباب الانفلات الامني في تعز. طبعا الوضع الامني المدهور وسط تعز لا يخفى على احد، خصوصا بالايام الاخيره. لكن لابد يعني قبل ان نتكلم عن الوضع الامني لابد ان نعترف بان الاختلالات الامنيه وخاصه عمليه الاختلالات خلال الشهرين التي كان لا كاد يمر يوم او اسبوع بالكثير الا وهناك عمليه اغتيال او قطع شارع او اشتباكات، الى ان عادت هذه الاختلالات قبل ايام بقطع طريق صبر وخط الضباب وبهدلة الأطفال والنساء والعوائل على الطرقات إلى وقت متأخر من الليل، وكلها وهذا كله يعني محسوبين يعني على الجيش الوطني. وكذلك محاولة الاغتيال التي طالت قادة الجيش الوطني منهم العميد عدنان الحمادي والعميد الشمساني قبل 4 أيام تقريبا بالتربة، ومحاولة الاغتيال الجبانة الذي تعرض لها الأكاديمي ورئيس جامعة تعز الدكتور الشعيبي وإصابته واستشهاد مرافقه الشخصي بوادي القاهرة وسط المدينة.
ورغم يعني أن الأجهزة الأمنية إلى للأسف إلى الآن لم تقم بواجبها رغم معرفتهم بالبناء، وكذلك ما حصل يوم أمس لأركان حرب المحور عبد العزيز المديدي، واليوم كذلك تم قطع شارع جمال بسوق الوليد من قبل المفصعين، وقطع وإصابة طفلة بعمر العاشرة من عمرها وهي بجري المدرسي. طيب عبد الناصر، برأيك من المستفيد من بقاء الأوضاع الأمنية في تعز على هذا الحال؟ أكيد يعني المستفيد هم تجار الحروب، يعني تجار الحروب لا يريدون تعز أن تكون آمنة ومستقرة، وكذلك الانقلابيين لا يريدون تعز الاستقرار والأمان من أجل تمرير مشاريعهم وأجنتتهم القذرة. طيب اما ابناء تعز فاكيدهم. طيب تفسيرك عبد الناصر لغياب دور فاعل للاجهزه الامنيه لضبط هذه الاختلالات، اين تكمن المشكله؟ هل نقص في الامكانيات ام عدم وجود اراده؟ تعزيز الحمله الامنيه، اولا تعزيز الحمله الامنيه اذا كان في نقص ولا يعني نقص بالافراد يتم تعزيز الحمله الامنيه حتى من رجال الجيش وتفعيله وتفعيل جهاز الامن السياسي والاستخبارات، والضرب بيد من حديد لكل مفصع ولكل من تسول له نفسه العبد بامن واستقرار هذه المدينه الباسله. طيب شكرا لك عبد الناصر. بخلاف اتصال ايضا الاخ نجيب المرادي، اهلا بك نجيب. الله معك. نجيب، تعليقك حول أهم الأسباب برأيك لتزايد حالة الانفلات الأمني داخل محافظة تعز بهذا الشكل المستمر. طبعا تزايد الانفلات الأمني في محافظة تعز بأسباب يعني عدة نقاط، يعني غياب الأمن، وأيضا عندما يكون الأمن يعني متواجد و تمنع هذه العصابات، عندما يكون الانفلات الان لا يستطيع العصابات ان يعني يعملوا كما يشاءوا، لكن السؤال الذي دائما يطرح نفسه دائما الدوله تكون مسؤوليه عن كل شيء في هذه المحافظه، محافظه تعز لابد ان تكون خاليه من العصابات هذه المسلحة التي دائما لها خاصة الأستاذة في هذه الأيام، نلاحظ أن كان استهداف الشعبي وأيضا استهداف لعدد من القادة العسكريين، هذا هو السبب للانفلات الأمني، وأيضا يجب على الدولة أن تكون حاضرة في هذا المجال لكي تبني دين صاعد، دين يعني خالي من اولئك الذين العصابات الذين يحملون افكار خارجيه، ربما هناك ايادي تخدم عمليه الحوثي او ايادي تشتغل، لا ندري ما وقت هذه الايادي التي دائما ما تزعزع هذا الامر في محافظه تعز. طيب برأيك من المستفيد من استمرار هذا التدهور الأمني في المحافظة؟ لمصلحة من؟ طبعا المستفيد يعني أولا الحوثي هو المستفيدين، والمستفيدين الذين يشتغلون يعني من خلف الكواليس هم السبب بتدهور هذا الأمن في محافظة تعز، لكن على أبناء محافظة تعز أن يقفوا يدا واحدا وأن تكون جيش وطن يصد نحن عدونا هو الحوثي، لا بد أن تشابك الأيدي ونترافق يعني كذا بيننا وأن نكون يدا واحدة ضد مشروعنا هو مشروع الحوثي، لا نتمنى أن يكون هناك العصابات التي دائما هي خلخلت وأيضا تجد الناس يتحدثون يعني من أولئك الذين يتربصون في الطرقات وأيضا الذين يتربصون في البلد، يجب علينا ان نقارع اولئك الذين يقفوا في المعادي وان نكون يدا واحدا جيش وطني قوي خالي
التي دائما ما ارتادت في هذه الايام، وان نبتعد عن كل شيء، وان نكون يدا واحدا وعونا للشرعيه حتى لا تكون محافظه تعز روضه لاولئك الذين يستغلون مثل هذه الافكار التي دائما ما نشاهدها وايضا ما نشاهدها في هذه الايام. شكرا لك الأخ نجيب. نذهب لاستعراض بعض المشاركات التي وصلتنا أيضا من خلال الواتساب حول الموضوع. تمر محافظة تعز في اختلال كبير بالمنظومة الأمنية بشكل غير مسبوق. لا يوجد ضبط في الشارع، لا يوجد ضبط في الطريق، الأمن مفقود. تم ترقيم حوالي 45 إلى 40 ألف جيش وطني، وتم أيضا ترقيم ما يقارب 8000 أمن عام. مع التحية لأفراد المرابطين في الثغور وفي الجبهات الذي لا يتجاوز من 15 إلى 20% من هذا الرقم، مع أنه يوجد غير مؤهلين ترقموا وغير مؤهلين للقيام بالدور الأمني أو بالدور العسكري، وهذه فرضتها ظروف الحرب قد نتفهم، لكنه يجب التوعية ويجب القيام بالأمن وضبط الأمن بالشكل المطلوب. حتى يوجد بعض الأفراد العسكريين يحاولون القيام بالاعتداء على قادتهم أو محاولة اغتيال قادات ألوية أخرى أو انفلات بنقاط تهبش وتقطع في الطرقات وعدم انضباط للأفراد غير المؤهلين، وهذه مشكلة. والاستهداف الخارجي أيضا لمحافظة تعز فلذلك لكنه لا يوجد ربط، لا يوجد حزم. النظام الأمني مخترق ومخلول. الأمن قبل 10 سنوات كان يمكن من 500 إلى 1000 عسكري أمن داخل محافظة تعز تضبط كل المديريات وتضبط الأمن بكل محافظة تعز. الطقمات لا يتجاوز بالمديرية طقم واحد أو لا يوجد، وكان الأمن ومضبوط. أذكر كان في القرية يأتي عسكري مدني، المواطن فلان يجاوب الأمن، المواطن فلان يجاوب النيابة، المواطن فلان يجاوب المحافظة. غياب الدولة وغياب الأجهزة الأمنية في محافظة تعز أدى إلى الكثير من الخلالات الأمنية، وأصبح المواطن مخوف، وأصبح المواطن عرضة للموت. ونجد أن أي إنسان في الجيش أو يقوم بقطع الخط، وهناك الأمراض الذين يعانون من أيضا من الفشل الكلوي وأيضا من الأمراض، ينتظر إلى ساعات لكي يمر ولكن لا يستطيع أن ينفذ. ونجد أن الاغتيالات هناك من القادة العسكريين كالحمادي وأيضا الشمساني، ونجد أن قبل 3 أيام الشعيبي. لا بد من وجود حلول لكي الدولة تنفذ بساطها في محافظة تعز. هذا يعود إلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، ويكون يعني يدا واحدا لمواجهة أي خلالة أمنية من أولئك الذين يتلبسون بالشريعة وبالجيش وهم يعني يقطعون الخط. لا حول. أيضا نستعرض معكم بعض التعليقات من الفيسبوك حول هذا الموضوع. الأخ معاذ يقول: تعز لم تعد مكان آمن لأحد، عدم وجود جيش وطني منظم منذ بداية المقاومة، عمل على إيجاد جماعات مسلحة متعددة استلمت كميات هائلة من الأسلحة وفرضت سطوتها على محال تجارية. مباشرة إلى المشاركة الثانية، هناك ممكن خلال. طاهر يقول: محاولة اغتيال رئيس جامعة تعز مؤشر خطير جدا للوضع الذي ستعيشه تعز في المرحلة القادمة في ظل انعدام الأمن وتجاهل الحكومة لأعمال إدارة أمن تعز الغائبة كليا في الواقع. سوف يزيد من تراكم ملفات الاغتيالات داخل أدراج مكتب الأكحلي، يعني هنا الوكيل، والتي تنتهي بتقييدها ضد مجهول. الأخ بسام يقول: هناك مشروع خفي يستهدف كل الجوانب المجتمعية، الهدف منه إجهاض مشروع الدولة المدنية، استهداف الأكاديميين ورجال الدين والناشطين والعسكريين. عملية ممنهجة يشكل هذا الاستهداف خطورة لمستقبل المدينة.
وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة. في أمان الله.